السلام عليكم متتبعي عبد الرحيم فلوغ. اليوم جاتيكم فيديو لواحد الريستو سميتو باربوسلا، كان في الحي المحمدي قبل تليرك. هذا الريستو خاص بالمأكولات البحرية، ريستو توب كنصحكم به، وهادي عينة من الأثمنة ديالو والمأكولات اللي كيقدمها. بالنسبه لي انايا خديت بايلا ديال اون بيرسون، الثمن ديالها هو 50 درهم، وكاس ديال العصير كما كتلاحظوا موخيتو باربوسا ب 20 درهم. بايلا فروي دي مير رائعه جدا بمعنى الكلمه، كنصحكم بها. طوب بالصحه والراحه وتحياتي.